الجمعية تأسست في 2019 وعندنا مشاريع وعندنا دي بلون دو روت اللي خدامين عليهم، لكن ظروف الجائحة منعت شوية من تحقيق ديك الأهداف والاستمرار فيها. واستمرينا من بعد رفع الحواجز براتيكمون في الموان جوي 2021، بما فيها السهرة ديال لو 26 ديسمبر 2021 اللي حضرتو وغطيتوها مشكورين. ومن أهداف الجمعية إعادة إحياء الطرب المغربي والطرب العربي الأصيل. نعيش في زمن الرويبضة، في زمن الضجيج الغنائي والضجيج الموسيقي، غيرة على الموروث الثقافي الأصيل المغربي. كان من الهم ديال الجمعية أننا نشوفوا الشباب، نقلبوا عليه ونأطروه ونحببوا له الأغنية الطربية المغربية الشرقية والمغربية بالخصوص. وفعلا كانت عندنا أهداف وباقيين غاديين فيها، أهداف أننا نبحثوا على هاد الأطفال هادو في مدارس، في دور الشباب، في إدارة السجون، في دور العجزة. كاينين حتى دوك العجزة حتى هما، هذا نقطة أخرى غادي نشير لها. من بين الاهتمامات ديالنا هاد العجزة هادو حتى هما اللي أونتر بارونتيز بين قوسين مهمشين، حتى هما من بين الأهداف ديالنا باش نحبوا لهم الموسيقى ونفوجوا عليهم. وهاد الجمعية محتاجة للدعم براتيكمون، الدعم ديال وسائل الاعلام بما فيها الالكترونيه، وانتم في المقدمه، جزاكم الله خيرا، ديما حاضرين معنا. ما تلقوش صعوبات في عمليه التلقيب على هذه المواهب، سيرتو ان الغناء الطربي ولا قليل اللي تيمشي ليه؟ انا تفاجات استاذ، فعلا شكرا على هذا السؤال الوجيه. انا كان عندي هذا الهاجس او هذا التخوف، لكن ملي بديت كنبحث بعض دور الشباب وبعض الثانويات وحتى في بعض المدارس لقيت شباب متعطش للطرب. كتلقى شاب عنده 12 سنه او 14 سنه تيغني لك اغنيه طربيه، اغنيه رائعه ديال عبد الهادي بن الخياط او ديال عبد الوهاب الذكري، نتكلم لك على الريبرتوار المغربي، كيغنيها. يعني انا بقيت نقول ما شاء الله، يعني شيء يفرح. هاد الشيء كله، هاد 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 المستوى اللي وصلوا له الشباب ديالنا، ماشي ما جاش من فراغ. كاينه جمعيات اللي كتنشط، وحتى هاد المجموعات الطربيه وهاد المجموعات الصوتيه كان عندهم واحد الشان كبير في هاد العشر سنين الاخرى ولا في 15 سنه الاخرى في استقطاب الشباب، وانهم يحببوا له ما هو طربي اصيل. هذا الحفل هذا اولا هو عملناه يعني التزامن مع نهايه السنه الثقافيه ديال 2022، ولكن ارتئينا باش نجيبوه مع المناسبه الغاليه على جميع الشعب المغربي، اللي هي مناسبه يعني المناسبه ديال 23 سنه لتربع مولانا صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله واطال الله في عمره. وهذه الذكرى ذكرى عظيمه، فلذلك الحمد لله كان خص يكون هذا الحفل بهذا المستوى العالي اللي يعكس الفرحه ديالنا كمغاربه بهذه الذكرى الغاليه. الاهداف تاع الجمعيه هي احياء ذاك التراث وذاك الطرب العربي والطرب المغربي، يعني واش نجحتوا في الاهداف ديالكم اللي رسمتوها في البدايه؟ هو احنا اسسنا الواحد يعني الواحد المشروع ديال اعاده صياغه الاغنيه المغربية او بالاحرى الموروث الثقافي المغربي ديالنا اللي ضربوا عليه تمارا جدادنا الاسلاف ديالنا والرواد ديالنا. اليوم في ظل ما كنشوفوه بكل صراحه حنايا مع الشباب مع الجديد، ولكن في نفس الوقت مع الحفاظ كيقول لك واحد المثل باللغه الدارجه، الجديد له جده ولكن البالي لا تفرط بها، استعملت هذه اللغه لان مغربي انا، فهمتني؟ فلذلك احنا مع الشباب ولكن مع الحفاظ على الموروث الثقافي، وخصنا ناخذوا دروس من الناس اللي مثلا بحال الدول العربيه، مصر مثلا اللي كنعتبروها رائده لا زالت ليومنا هذا في المسارح ديالها محافظه على يعني الثقافه ديالتها، مثلا عبد الوهاب كلثوم، هذا احنا لسنا اقل من هاد الناس. فلذلك اليوم جيت انا باعتباري، واستغفر الله العظيم الكلمه، لانني ما اشتغلتش بوحدي مع هذا الفريق
كله ديال الاخوان ديال الاخوات اللي معايا، ولكن الفكره جاتني اولا باش نعملوا فرقه موسيقيه في اطار واحد المظله قانونيه جمعيه، باش نعاودوا الموروث الثقافي المغربي ديالنا، نعاودوه من جديد، نعاودوا نعزفوا بطريقه جديده ونقدموا للشباب ديالنا والجمهور ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش نعاود ثاني نعاودوا نحيوا في الشباب وفذا محبتهم لهاد التراث المغربي ديالنا المتجذر في يعني او بالاحرى المتجلي في الاغنيه المغربيه الحقيقيه الطربيه. من خلال الحفلات اللي تديروش تعتمدوا على النجوم ولا على الشباب؟ كنعتمدوا على الناس اللي كنكونوا من داخل الجمعيه، اصوات جميله وان شاء الله بعد قليل ستستمعون يعني لواحد النماذج منهم، ولكن الجمهور ملي كيجي كيبغي يشوف من ضمن هذوك الشباب نجم من النجوم، وشيء عادي حتى في كره القدم كتلقى الفريق كيتكون من يعني نوابغ، ولكن تلقى وسط منهم واحد من النجوم اللي كيحاول يعني كيستحسنوا الجماهير. فلذلك احنا اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم ارتئينا الى جانب هذه التله اللي غتغني من الشباب ديال الجمعيه، غادي يكون معنا حاتم ميدان ان شاء الله غيكون مكرم، ومن هذه المناسبه كنشكروا لانه قبل الدعوه ديالتنا. ثم غادي يكون واحد الصوت جميل اللي هو كينتمي للاسره عريقه ديال عبد الحليم حفيظ، يتعلق الامر بالاخ المطرب محمد حموده، هذا هو اللي كان. بالنسبه للسؤال التحتيه سابقا يعني رجوعا للسؤال ديالك، حنايا صراحه هذا الشيء اللي كتشوف اليوم هو كله امكانيات شخصيه، ما عندناش ولو درهم واحد من اي جهه ساعدتنا، ولكن احنا سعداء وفي قمه الفرح. علاش؟ احنا درنا هذا الشيء هذا باش نقدموه لمدينه الدار البيضاء، وعلى راس مدينه الدار البيضاء الناس الذين يقودون هذه المدينه، وحنا كنا على ثقه تامه وكبيره بان المسؤولين ديال الدار البيضاء ما يمكنش ما يكونش غيرون على المرتقب. انا اكيد ومتاكد يعني كل تاكد ان من غتوصل رسالتي للمسؤولين ديالنا وغيشوفوا هاد يعني هاد اللوحه اكيد غادي يتحرك فيهم المشاعر يعني المحبه الوطنيه ديالهم والغير ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم، واكيد انهم غيستدعونا ان شاء الله الرحمن الرحيم وغندوي اليد في اليد من اجل باش ندفعوا بهذا الشيء الى مستوى اعلى واعلى ان شاء الله. احنا دائما عندنا الطمع باش حنا كنبغيو نكونوا في قمه المغرب، المغرب هو هذا.